ننتقل بكم الآن لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة المقامة أمام مجلس النواب إلى هناك. تغيرها السنون والأيام لجميع الأحرار والساعين لرفض الظالمين والفساد والفاسدين، وهو ثورة سيد الشهداء عليه السلام بما لها من معطيات واضحة وكبيرة في صناعة النصر وتجديره في قلوب الثائرين. نعم أيها الأحبة، لقد كانت وما زالت وستبقى الثورة الحسينية النموذج الأكمل لجميع الثورات ولكل الثائرين والأحرار والطامحين بعيش كريم، فقد بيّن قدس سره في أنها أنصع وأكمل مقياس لمعرفة الثورات التي تدعي الانتماء لهذا الثائر العظيم وهذه الثورة المعطاء، والتي يقدم نفسه ثائرا وقائدا ومصلحا باسم الإسلام، وأن نحكم على شرعية ثورته ومدى انتمائها لسيد الشهداء عليه السلام. ومن الواضح جدا وبلحاظ انتماء ثورة عاشوراء اليوم لثورة الطف الخالدة ومعطيات الواقع السياسي والاجتماعي والإقليمي والدولي، إن هذه الثورة سيكتب لها النجاح إن شاء الله، لترسم بسلميتها وقائدها وجماهيرها خارطة العراق الجديد الخالي من أحزاب الفساد والتبعية، وتؤسس لدولة العدل التي سيكون عاصمتها العراق كما رسمت ثورة سيد الشهداء عليه السلام معالم النصر في العالم أجمع. فقد بات واضحاً للجميع أن ثورة عاشوراء بقيادة سماحة القائد السيد مقتدى الصدر عزه الله أحيت عند الجماهير الثقة بقدرتها على التغيير والانتصار والوقوف بوجه منظومة الفساد، وقتلت ما أسسته أحزاب السلطة والفساد من أخلاقيات الهزيمة وتميز الانتصار والرضا بالواقع المؤلم، وأعادت الثقة لدى الجماهير في إمكانية صناعة النصر والمطالبة بحقوقها المسروقة التي حرموا منها، فإن هذا مشروع حق مشروع أسست له ثورة الطف في كربلاء الفداء، واخترفت من معيله ثورة عاشوراء الصمود في العراق كما قال شهيدنا السعيد قدست نفسه، وهذا ما قلته في بعض كتبي كأضواء على ثورة الحسين عليه السلام وغيره. وحاصلها أن مقتضى القاعدة إن كل فرد صاحب حق إذا حرم من حقه وأخذه منه الظالمون فإن له الحق أن يطالب بحقه وأن يذكر المجتمع به وأن يبرز حججه وبيناته على ثبوته ما أوتي إلى ذلك من سبيل، وهذا لا ينبغي أن يكون محل شك إطلاقا. وهناك الكثير من المعطيات التي نستطيع من خلالها أن نجزم أن ثورة عاشوراء هي الأقرب لثورة سيد الشهداء عليه السلام وكربلاء المجد والصمود. ومنها أولاً إن ثورة عاشوراء إنها أقرب من خلال قيادتها الشرعية المتمثلة بسماحة حجة الإسلام والمسلمين القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله، الذي ينتمي لمدرسة الطف وسلالة المصطفين من آل محمد عليهم السلام، ومدرسة آل الصدر التي قدمت شهداءها قرابين على مذابح الحرية والصمود كأمثال الشهيد الأول والشهيد الثاني ونجلي قدست أسرارهم. ثانياً، إنها أقرب لثورة عاشوراء من خلال أهدافها التي خرجت من أجلها وتطالب بتحقيقها كإزالة الفاسدين والسارقين وعدم القبول بأي تفاوضات مع هذا الفسطاط على حساب الثوابت الشرعية والوطنية والأخلاقية، لأن شعارها شعار سيد الشهداء عليه السلام وهو مثلي لا يبايع مثله. ثالثاً، إنها أقرب لثورة عاشوراء من خلال جماهيرها أمثال هذه الوجوه الكريمة التي ضربت أروع الصور التي استقتها من عبق كربلاء كالصمود والطاعة والإيثار والثبات على الموقف، متعاونين كقوات أمنية ودعم لوجستي ومواكب حسينية وثوار وأبناء العشائر والكوادر، جاء
جميعاً حتى تحقيق المطالب التي خرجت من أجلها. رابعاً، إنها أقرب لثورة عاشوراء من خلال إذعان وإقرار الشعب بكل أطيافه وتنوعاته بأن الفساد وصل إلى حد لا يطاق ولا يحتمل، وإن الأحزاب لم تبقي لهذا البلد من خيرات، وإن لا حل إلا بالانتفاضة ضدهم وإزاحتهم ومحاسبتهم. وفي قبال ذلك، فإن الشعب يبدي تعاطفه ودعمه ومساندته للثورة والمعتصمين في صمودهم لتحقيق الأمل الذي فقده أبناء هذا الشعب. اللهم انصر الإصلاح والمصلحين، وأزح الفساد والفاسدين، وثبت لنا عندك قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. الحمد لله، والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على خير خلقك وخاتم أنبيائك ورسلك المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عباد الله، أوصيكم ونفس الأمارة بالسوء تقوى الله، واتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، قبل يومين مرت علينا ذكرى شهادة إمامنا علي بن الحسين عليه السلام، ويجدر بنا أن نأخذ من ذكره العبرة والعظة. إن الإمام السجاد عليه السلام يعد مؤسساً لثقافة حقوق الإنسان، فهو أول من وضع رسالة لحقوق الإنسان قبل 14 قرناً من الزمان، وذلك لإدراكه أهميتها وأنها تشكل المنطلق لبناء نظام اجتماعي متماسك وتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سلامة العلاقات الفردية والاجتماعية من احترام المتبادل والتسامح تجاه الآخر والقبول بالرأي المخالف. إن هذه الرسالة العظيمة التي يتحدث فيها الإمام عليه السلام عن الحقوق المهمة للناس وعن ثقافة الحقوق قبل العالم عن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، مما يوضح لنا الرؤية العميقة للإمام السجاد عليه السلام، والذي عمل على تثبيت وإشاعة ثقافة المطالبة بالحقوق من منطلق قول أمير المؤمنين عليه السلام: ما ضاع حق وراءه مطالب، فإن الكثير من الحقوق ما كانت ستسلب وتضيع لولا سكوت أصحابها واستسلامهم للأمر الواقع بمرارته، متناسين أن الله شرف الإنسان وأراد منه أن يعيش على أرضه بكرامة تليق بآدميته. إنما يمنع بعض الناس للمطالبة بحقوقهم قد يكون عامل الخوف والركون إلى الراحة أو الاتكالية، والتي يتوفر فيها السكون والابتعاد عن الصراع وما فيه من مخاطر ومجازفات. ولذلك عانى الإمام علي عليه السلام وهو سيد الحقوق وسيد المظلومين من الخذلان، ولم يجد من ينصره في فترات معينة، ولذا تلوح لنا مقولته العصماء: لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه. إننا نعلم لن يجني الساكت عن حقه وحق الآخرين سوى المهانة والعيش الذليل والتأخر عن ركب التطور والحضارة. وهنا يقول الإمام علي عليه السلام: لنا حق فإن أعطيناه، وإلا ركبنا أعجاز الإبل وإن طال السرى. أي أنه عليه السلام يقول:
إن لم نعط حقنا فإننا لا نسكت عنه، وإنما نسعى من أجله ولو بأقل الإمكانيات، وإن كنا ردفاء في ركوبنا وكان السير ليلا طويلا، لكننا لا نتنازل عن حقنا، نسعى من أجله. من هنا ليعلم الجميع إننا نهضنا لأجل الحقوق المسلوبة والتي يراد لها أن تضيع، وكل الشعب يعاني من ضياع الحقوق ويصرخون بها وسوف يسألون عنها يوم القيامة. وليس كلامي هذا استعطافاً لنصرة أو طلباً لمعونة، فإن الجميع يعلم أن الحقوق تسترد ولا تعطى، ويعلم الجميع أننا لا نطلب نصراً من غير الله تبارك وتعالى، ولا نطلب عزاً من غير الله تبارك وتعالى، ولا نطلب قوةً من غير الله تبارك وتعالى، لا نستعين بالخارج ولا غيرهم، وإننا يعلم الجميع لا نخشى أحداً إلا الله تبارك وتعالى. والتاريخ يشهد لنا، نحن أبناء الكفن الأبيض وأبناء مقاومة الاحتلال، تعلمنا من شهيدنا الصدر قدست نفسه قاعدة مهمة تربينا عليها وسرنا عليها، وهي إذا كان معكم المال والسلاح والسلطة والدعم الخارجي فنحن معنا الله تبارك وتعالى، ومن ينصر الله فلا غالب له. لكن أقول لكم نصيحة، ونحن ننظر من القضاء أن يثبت إنصافه وإحقاقه الحق وأن يعيد الأمل للشعب. زين، أولاً الحكم بيدكم، هذه نصيحتي، الحكم بيدكم والقرار والقانون تحت سلطتكم، والمواد والدستور تحت أنظاركم، تقررون ما تشاءون باسم العدل والقانون. لكن خذوها نصيحة مني، إننا في الدنيا لن نترك حقنا ولو بعد حين، وهيهات ذلك، خصوصاً أن الشعب بكل أطيافه عرف أن الحل كل الحل من خلال هذه الثورة لإعادة البلد إلى الطريق الصحيح. فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا، وهذه نصيحة لكم. حتى قال الشاعر: ماذا على السلطان لو أجرى الذي تالله لو منح الرعية حقها لفداه كل الشعب بالأرواح. أما النصيحة الثانية والأهم، إذا كان القضاء بيدكم والدستور ومواد القانون اليوم تتحكمون بها، اعلموا أن غدا يوم القيامة والحكم والمحكمة والقانون والدستور ليس بأيديكم، فالحكم الله والمحكمة القيامة، ودماء الأبرياء وآلامهم شهود. أين المفر من كل ذلك؟ فإن كل من عليها فان، وقفوهم إنهم مسؤولون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن عليًا ولي الله، أشهد أن عليًا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح.
إذن نقلنا لكم خطبة صلاة الموحدة التي ألقاها السيد مهند الموسوي. تحدث في خطبته عن أن الثورة سيكتب لها النجاح لترسم بسلميتها وجماهيرها خريطة طريق الإصلاح وترسم معالم النصر. قال إن الثورة أحيت الثقة بالقدرة على التغيير والانتصار والوقوف بوجه الفساد.